مع السلام، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى يجب تعظيمه ويجب تقديره. صحيح نحن ما بعد الاتفاقية بتحصل يعني ترتيبات كثيرة، ونحن جينا برضو بغرض في أنه لابد يكون في وحدة وفي ملحمة للمستقبل الجاي. والتحية برضو لا ننسى دور الأجهزة العسكرية النظامية وعلى رأسهم الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة والشرطة والأجهزة المختصة للدور الكبير الأمني اللي قاموا به في إطار حفظ الأمن للبلد، وده بأكد لنا أن إحنا بلدنا بخيرة. الحاجة اللي إحنا برضو قصدناها من ولاية جنوب دارفور أنه لابد يكون في لحمة ولابد نتوحد ونموز الشتات والفرقة، ونحن مع السلام يعني. ويمكن المحلية برضو قصدنا أنه ما بعد القضايا العامة قصدنا أنه برضو نتلمس جزء من القضايا الخاصة وخاصة المحلية. يمكن الفترات الفاتت يعني مرت عليها ظروف كثيرة خاصة محلية نتيجة ما في ظل التمرد ودمرها دمار شديد، فنحن نتمنى أنه المرحلة الجاية مع بعد الاتفاقية دارين برضو يعني تلقى يعني حظها في التنمية. وكثير من الأشياء يعني المحلية تأخرت كثير، لكن بحمد الله ووعدنا السيد النائب بأنه نحن بإذن الله يعني نحاول نطور البنية التحتية من سدود تعليم صحة كل المرافق الخدمية.